السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي. النهاردة هنكمل سلسلة حلقات الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي. الدرس الثالث النهاردة بيتكلم عن المناخ والنبات الطبيعي في الوطن العربي. وإحنا كنا خدنا قبل كده تدريس الوطن العربي، وكنا خدنا الدرس الأولاني في الوطن العربي اللي هو عندنا وطن العربي الموقع المساحة. كل ده موجود في الموقع الرسمي لأجيال أندلس وقناتكم قناة أجيال أندلس. أي حلقة أنت عاوزها أو أي سؤال أنت عاوزه موجود تحت الفيديو إن شاء الله في الوصف، وأي حاجة تحت أمرك فيها إن شاء الله. يلا بينا نبتدي. إيه المناخ والنبات الطبيعي؟ بص، أنت كنت خدت المناخ وحالة الجو فترة زمنية طويلة، والنبات مرتبط بالمناخ. أيوة، إزاي؟ كل ما يكون في مطر كتير يا أولاد ويكون في عندك حرارة كبيرة يبقى عندك نبات أعلى، يعني بيسموه إيه؟ تدرج النباتات. يعني سؤال جه في الامتحان، بما تفسر تدرج النباتات؟ بسبب ايه؟ اختلاف كميه الحراره وكميه المطر، او اختلاف الحراره وكميه المطر. ربنا عز وجل يا اولاد وهب وطننا العربي مناخ متنوع. احنا كنا خدناه في الامانه الاقتصاديه، وده ساعد على تنوع الموارد، وساعد على تنوع النبات، وساعد على تنوع المحاصيل. التنوع سمه من سمات الحياه على الارض، تمام؟ فكل التنوع ده ادى لوجود التكامل بيننا وبين بعض. يعني التكامل ازاي؟ انت عندك القمح، دوله ثانيه عندها الارز، يتم الايه؟ التبادل. لكن لو انت عندك قمح وهي عندها قمح هيتم التبادل؟ طبعا لا. طب ايه العوامل اللي ممكن تاثر في المناخ عندي؟ اول عامل بيأثر في مناخ الوطن العربي الموقع بالنسبه لدوائر العرض، تاني حاجه القرب والبعد المسطحات المائيه، ثالث حاجه التضاريس. دول ثلاثه اولاد بيأثروا. طب نشوف الموقع. خد قاعده ثابته مدى الحياه، اي سنه من السنين هخشها، اي حد بيقرب من خط الاستواء ترتفع درجه الحراره، وكلما ابتعدنا عن خط السواء تقل درجة الايه؟ الحرارة. فهنا بيقول لك ايه؟ الموقع بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول او بالنسبة لدوائر العرض من العوامل الأساسية المؤثرة في المناخ. ليه؟ كلما اقتربنا من خط السواء ترتفع الحرارة. ليه؟ الأشعة عمودية على خط السواء، وكلما ابتعدنا عن خط السواء بتكون الأشعة ايه؟ مائلة، وبالتالي بتقل الحرارة. طب ما النتائج مترتبة على امتداد الوطن العربي بين دائرتي عرض 2 جنوبا و37.5 شمالا. والله ده حاجات بسيطة قوي. 2 جنوبا و37.5 شمالا، دي نتائجها. واحد، ارتفاع الحرارة في الأجزاء الجنوبية. ليه؟ زي ما قلنا بقى اهي، لأنها قريبة من خط الاستواء وبتقل الحرارة كلما اتجهنا ايه؟ شمالا. برضو ليه؟ يعني احنا بنبعد عن خط ايه؟ الاستواء، وأشعة الشمس بتكون مائلة. يعني ممكن نستفاد من دي ان معظم مساحة الوطن العربي تقع في المنطقة نقط المدارية الحارة. المدارية ايه؟ الحارة. والاجزاء الشمالية في المنطقة المعتدلة الدفيئة. المنطقة ايه؟ المعتدلة الدفيئة، زي مناخ البحر المتوسط. نيجي لتاني عامل من عوامل التي تؤثر في مناخ الوطن العربي، القرب والبعد عن المسطحات المائية. لو جيت تسال كده اي حد عنده محل بيرش ميه في الصيف ليه؟ بيقول لك عشان يجيب طراوه. يعني ايه طراوه يا باشا؟ قال لك والله الجو حر فتطر الحته شويه كده الجو يبقى رطب شويه. يعني ممكن نستفاد منها ان انت كلما اقتربت من المسطحات المائيه، عكس بقى خط الاستواء، كلما اقتربنا من المسطحات المائيه بتقل الحراره، وكلما ابتعدنا بترتفع الحراره. طب ما احنا ممكن نجيبها ازاي؟ ان كلما بنقرب من البحر يبقى مناخنا مناخ جزري، وكلما ابتعدنا من البحر يبقى مناخنا مناخ قاري. نركز بقى في الكلمتين دول. تؤثر المسطحات المائيه في مناخ المناطق المحيطه به. ليه؟ لان الاجزاء الساحليه المطله على البحر بتتميز بالمناخ المعتدل. عشان كده بابا وماما ياخدك وتروح فين؟ تصيف في شرم الشيخ عقبال ما نصيف كده، والساحل الشمالي مارينا او راس البر بقى بتاع الغلابه ولا بتوع الجمص ولا جماعه دول، عشان جوه حر. اما المناطق الداخليه بقى بيسموها المناطق الايه؟ القاريه، لانها بعيده عن البحر وتتميز الحراره فيها اللي هي مرتفعه صيفا ومنخفضه شتاء. يجي سؤال في الامتحان يقول لك ايه؟ يا سودي المناخ القاري معظم مساحة الوطن العربي، بما تفسر؟ ليه؟ لاتساع المساحة البعيدة عن المسطحات المائية، ولأن أصلا معظم الوطن العربي كله إيه؟ صحراء. تالت عامل وأنت خدتها في أولى إعدادي، التضاريس. قاعدة ثابتة، أي جبل في الدنيا كلها، في الدنيا كلها، في الكون كله، فوق القمة بتاعته تلج. ليه؟ بسبب عامل الارتفاع. قال لك جبل لبنان،
قال لك جبل اطلس، قال لك جبل ايا كان، جبل في الحته يعني في كوالالمبور، اي مكان هتقوم قايل له ايه؟ تنخفض الحراره فوق المرتفعات ويغطيها الجليد، ليه يابا؟ عشان ايه؟ بسبب عامل ايه؟ الارتفاع، حيث كلما ها ارتفعنا 150 متر بتقل درجه الحراره واحد درجه ايه؟ مئويه. كلما تطلع عن سطح البحر 150 متر. اتجاه الكتل الجبليه جه سؤال في الامتحان. قال لك ما العلاقة بين كمية المطر واتجاه الكتلة الجبلية؟ العلاقة ازاي؟ اللي انت خدها قاعدة كده ثابتة برضه، لما يكون المطر وانت قاعد في الشقة كده وقاعد في الأوضة، الدنيا بتشتي بره، الشتاء بيخش جوه ولا بيجي على الحيطة اللي بره؟ على الحيطة اللي بره، لأن هي اللي مواجهة للأمطار، فالسؤال بقى العلاقة بين اتجاه الكتل الجبلية وكمية المطر تؤدي سر في توزيع كمية المطر، نجد الجوانب المواجهة للمسطح المائي يكون اخضر مطر من الجهات اللي هي الداخليه، تمام؟ دي قاعده ثابته مدى الحياه. حتى ما بتكون الرياح عموديه يا اولاد بيكون تؤدي لسقوط الامطار، لكن لما تكون موازيه للجبل لا تؤدي لسقوط امطار. في عندنا، هل تعلم ان الرياح الغربيه العكسيه سميت بهذا الاسم ليه؟ من اسم، شوف، غربيه عكسيه، يعني بتعكس؟ اه، لانها تغير اتجاه. طب الرياح التجاريه سميها رياح تجاريه ليه؟ لانها يستفيد منها في تحريك السفن الشرعيه. جاء سؤال، ما العلاقه بين كميه المطر والنبات؟ العلاقه بين كميه المطر والنبات ان بتنمو حشائش قصيره في المناطق قليله المطر، وحشائش شوكيه او نباتات شوكيه في نادره المطر. طبعا كان في الاقليم الاستوائي في غابات بسبب كميه المطر. ده بالنسبه لاول جزء في حلقتنا النهارده، اما الجزء الثاني وركز، الاقاليم المناخيه. الاقاليم المناخيه عندنا في الوطن العربي كان في المنهج القديم اربعه، دلوقتي ثلاثه بس، بحر متوسط، صحراوي، ومدارج، وكده يبقى ايه الدرس ده خلص. نشوف كده اول واحد فيهم، البحر المتوسط، اطراف الشماليه في الوطن العربي، ده مناخ بحر متوسط. زي مين يا باشا؟ زي مصر، زي ليبيا، زي تونس، زي الجزائر، زي المغرب، زي لبنان، زي فلسطين، كل الدول دي، اه، زي سوريا. طب خصائص المناخيه، الناس اللي زينا كده احنا كمصر مثلا، الحرارة عندنا مرتفعة في فصل الصيف في النهار، وفي الشتاء يعني بتكون معتدلة وممطرة، وفي الصيف الليل بتبقى منخفضة شوية. طب النباتات اللي عندنا ايه؟ الغابات المعتدلة بتبقى فوق المرتفعات أو المنحدرات، زي جبال أطلس، زي جبال الشام، زي موجودة فيها أشجار زي البلوط الفليني، السنوبر، زي اللي هو الزيتون. تمام؟ دي اللي هم لبنان خدوا شعار ليه اللي هو أشجار الأرز. وعندهم حشائش للسبس اللي بتنمو في اقليم البحر المتوسط واقليم الصحراء وبين الاثنين، وبتزدهر شتان وبتجف طبعا، وبيستخدموها كايه؟ كمراعي للمعز والغنم. بيجي في الامتحان يقول لك مثلا مناخ مصر ينتمي لاقليم نقط البحر المتوسط، لو قال لك مناخ ليبيا نفس الكلام البحر المتوسط، وتقوم قايل له ايه الكلام ده؟ ممكن يجي في الامتحان يقول لك اشجار الزيتون من اقليم نقط البحر المتوسط. نيجي بقى للاقليم الصحراوي، اكبر الاقاليم، بيجي كتير في الامتحان يقول لك اكبر الاقاليم المناخيه في الوطن العربي نقط الصحراوي، ليه؟ 80%. الصحراوي ده وسط بين مين؟ بين البحر المتوسط في الشمال والاقليم المداري في الجنوب. طب المناخ بتاعه ايه؟ قاري، لانه بعيد عن المسطحات المائيه، والحراره في الصيف ايه؟ نار، خلي بالك، والبرد قارس في الشتاء وبالخاص بالليل. كمية المطر طبعا بتختلف، والنبات بيختلف حسب كمية المطر زي ما احنا قلنا. ومن اهم النباتات عندهم النباتات الشوكية والصبار، عندهم طبعا زواحف وابل ومعز والغزلان والكلام ده كله. اما جنوب الوطن العربي اللي هو المناخ المداري، وده قاعدة برضو ثابتة، اي اقليم مداري او موسمي امطره في فصل الصيف. ده بيبقى جنوب الوطن العربي، عندك في السودان، في جنوب موريتانيا، في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، في وسط الصومال، بس الحرارة عندهم مرتفعة والدنيا بتشتي او بتمطر او تمطر عندهم سقوط المطر في فصل ايه؟ الصيف. والشتاء بيتميز انخفاض الحراره ومفيش هناك امطار. الغابات المداريه تشبه الى حد ما الغابات الاستوائيه، لكن فيها شجر مشهور جدا اسمه اشجار الصنت. اشجار الصنت ده بيطلعوا منه الصمغ العربي، احد يقول لك ايه؟ ما الاهميه الاقتصاديه للاقليم المداري؟ الاقليم المداري يظهر فيها اشجار الصنت الذي يستخرج منه ايه؟ الصمغ العربي. وفيها سؤال مهم، السافانا حديقة حيوان طبيعية، لأن بيها حيوانات أكلة العشب وأكلة إيه؟ وأكلة اللحوم، زي أكلة العشب زي إيه؟ عندنا إيه؟ الزرافة، الأفيال، وأكلة اللحوم زي الأسود والنمور. ده بالنسبة للجزئية دي. آخر حاجة، أكبر الأقاليم مساحة طبعًا هو الأقليم الصحراوي،
واقلها مساحه طبعا اللي هو الاقليم السوائي اللي مش عندنا. كده احنا انتهينا من درس النهارده اللي بيقول المناخ والنبات الطبيعي. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس وحاجه بسيطه، وهنتظركم ان شاء الله في الحلقه القادمه، وهسيب لكم الاسئله دي تحلوها وتبعتها لي في التعليقات او تدخل على موقع اجيال اندلس، هسيب لكم في الوصف ان شاء الله وفي اول تعليق هتلاقوا كل حاجه انتوا عاوزينها ان شاء الله، سؤال باجابه وكل اللي انتوا عاوزينه. ده بالنسبه للدرس بتاع النهارده المناخ والنبات الطبيعي باسئلته كل حاجه هامه فيه. انتظرونا في الحلقه القادمه الوحده الثانيه ان شاء الله، سكان الوطن العربي مع اجيال الاندلس. في امان الله.